أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. ذكرت مجلة ميدا البريطانية أن القيمة الإجمالية ثالث سوق المشروعات في العراق تراجعت بشكل ملحوظ، وقالت المجلة أن قيمة سوق المشاريع في العراق بلغت 400 مليار و43 دولار، وأضافت أن مؤشر ميد بروجكتس لدول الخليج والعراق وإيران انخفض خلال المدة من 11 آذار إلى 8 نيسان من العام الحالي 2022 بنسبة 14% إلى 3 تريليونات و200 مليار دولار، بعد أن كان 3 تريليونات و300 مليار دولار. كشفت وزارة النفط في العراق عن أن التكلفة التقديرية لخط أنابيب النفط من محافظة البصرة إلى ميناء العقبة الأردني حددت ب 8 مليارات و500 مليون دولار بطاقة تصديرية تبلغ 3 ملايين برميل نفط يومياً. وقال مدير شركة المشاريع في وزارة النفط شاكر محمود إن المشروع سيكون بجزئين، الأول بين البصرة والعقبة بواقع 2 مليوني برميل نفط يومياً، والجزء الثاني حديث العقبة بواقع 1 مليون برميل نفط يومياً، في وقت لم يحدد المسؤول موعداً ثابتاً للمباشرة بتنفيذ المشروع. أعلنت وزارة النفط الحالية عن مباشرتها توقيع عقد للتحقق من الاحتياطيات النفطية الغازية في صحراء الأنبار الغربية، متهماً الحكومات السابقة بإهمال الاستثمار في هذا المجال. وأكد الوزير إحسان عبد الجبار توجه الوزارة لتوقيع عقد مع شركة هالبرتون الأمريكية لاستكشاف حجم الاحتياطيات النفطية والغازية في الصحراء الغربية للعراق قبل الدخول في مفاوضات مع شركتي أرامكو السعودية وشيفرون الأمريكية للاستثمار في هذا القطاع. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ارتفاع حيازة العراق من السندات الأمريكية بأكثر من 600 مليون دولار لتصل إلى أكثر من 24 مليار دولار خلال شهر شباط الماضي. وقالت الخزانة إن هذه السندات ارتفعت أيضاً عن نفس الشهر من العام الماضي 2021، حين كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 16 مليار و200 مليون دولار. كما أضافت أن السندات العراقية منها ضمانات طويلة الأمد بمقدار 10 مليارات و260 مليون دولار، وضمانات قصيرة الأجل بمقدار 13 مليار و826 مليون دولار، مشيرة إلى أن هذه السندات تمثل 13% من سندات العالم. والآن إلى أسعار صرف العملات والمعادن، فإلى هناك. ختام أخبار الاقتصاد، إلى اللقاء.